وصلنا لفقرة صندوق العجب بواتا ميرفي. الضيف اليوم هو الفنان الموسيقي سفيان النحاس اللي غادي يتقاسم معنا ذكرياته مع الأدب والفن ويكلمنا على أبرز الأعمال اللي أثرت فيه ملي كان صغير، فرصة كذلك باش يكلمنا على أغنيته جديدة لطفية واللي كيأديها بطريقة أكابيلا. السلام عليكم، معكم سفيان النحاس. غادي تكتشفوا معايا اليوم شنو كاين في صندوق العجب. انا غادي نكتشفوا بوغ لا بروميير فوا. شوفوا الوغ باش غادي نبداو، بمسرحيه اللي هما مسرحيات بزاف كنت من عشاق، يعني نتفرج في المسرحيات اللي كانوا كيدوزوا في التلفازه، ولكن غادي نقول وحده منهم اللي هي وجوه الخير. وجوه الخير ديال فرقه المسرح الوطني محمد الخامس، اللي كان فيها الاستاذ محمد الجم والاستاذه نزار الكراكي وعزيز موهوب الله يرحمه وبزاف ديال الرواد. دونك هاد المسرحيه هادي يعني كنت كنشوفها ونعاودها، لاننا يعني كنت كنسجلها ونعاود نتفرج فيها، واشاك فوا كنت كنضحك. الله يخليك الى ما وجدتني شي فطور يكون ممتاز. واخا راني مازال على الريق. واخا ها ودعي معايا، راه الا جبتها في الورد غادي نتهلا فيك. يا ربي يا ميني جيبها في الورد يا ربي. La télécommande, ouais. Donc, qui dit télécommande dit télé ou les émissions télé, les qu'on a qu'un chauffeur, yani, je connais ça. Yani, quand on dit, à part la musique, qu'on est fan de le cora, de le football, donc qu'on est un petit bagarre à l'actualité, ou qu'on a deux émissions qui m'ont marqué, quand le monde regardé, في القناه الاولى اللي كنت كنستمتع نتفرج فيه مع الوالد ديالي كل حد في الليل باقي عاقل، وكان بلانيت فوت ديال اللي في دوزام اللي كان فيه لينو باكو وامين بيروك ومراد متوكل. دونك كانوا كيعطيونا لاكتواليتي ديال لي ماتش ديال 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 لا ليغا ديال الكالشيو. دونك سيتي فريمون شي حاجه سوبر. اي وي Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Ramadan Moubarak à tous et à toutes. Comme à l'accoutumée, nous sommes ravis de vous retrouver dans Planète Foot en direct à partir de nos studios de Ain Sebaa. La musique, waouh. Ouais, بالنسبة la musique, كنت كنسمع بزاف ديال الحوايج، يعني كنت كنسمع يعني المغربي وكنت كنسمع الاوكسيدون واللوريون. دونك نعطي غادي نعطي اكثر من اختيار حيت يعني فنان. دونك غادي ندير واحد لا بيت اكسبسيون. دونك نبدا بعدا بالغرب. كنت كنسمع لي باك ستريت بويز، از لونغ اس يو لاف مي باغ اكزومبل، كانت اون شونسون اللي عزيزه عليا. في المغرب يعني كانت مجموعه افلاك تعال نقول لك. وهاد لا شونسون هادي عندي مع واحد الذكريات مع جداتي الله يرحمها، لانه كانت في مدينه واحده اخرى، وفيما كنمشيو عندها كندي معايا الكاسيت ديال افلاك وكنخليها لها، وفاش كنجي كتقول لي راه ديما كنسمع هاد لا شونسون هادي باش نتفكرك. دونك سي فريمون سام توش بوكو هاد، وسورتو هاد لا شونسون ديال تعال نقول لك. بالنسبه للشرق كان عمر دياب ديك الساعه يعني في البدايه ديالو، كانت واحد الاغنيه اللي انا ميال من كم سنه وانا ميال بحبك انا مشغول البال، لا بتتكلمي ولا بتسلمي، لا بتكلمي ولا بتسلمي، كل يوم بلاقيكي في حد، طب ده انا ميال. اوي كان لو ليفغ. دونك بالنسبه لو ليفغ بكون عندي واحد لافاسيت ما كيعرفوهاش الناس بزاف، ولكن سي اون اوكازيون باش نقولها. سي مهتم بزاف بالتنميه البشريه، دونك و سبيسيالمون يعني لي كوتش العرب اللي بداو هاد التنميه البشريه في العالم العربي، ومنهم يعني ابراهيم الفقي
دونك قريت بزاف ديال لي ليفغ ديالو، قريت الطريق الى النجاح باقي عاقل. سي ان ليفغ اللي يعني بدل ليا بزاف النظره ديالي للحياه، و يعني من لي ليفغ اللي كتعلم منهم بزاف ديال الحوايج اللي كينفعوا سوا في لافي ديالك، في لافي كوتيديان وحتى في لافي بروفيسيونيل. دونك هذا كان من لي ليفغ اللي الوغ شنو مازال يا 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 لي كاسيت فيديو. الوغ لي كاسيت فيديو راه نعطيكم واحد السر صغير، في الدار عند الوالدين ديالي كاين دابا واحد لو بلاكار فيه مازال لي كاسيت فيديو كاملين اللي كنت كنتفرج فيهم، حيت كان عندنا واحد الفيديو اللي كيخدم لي كاسيت كنسجلو منه. دونك بيان سور لي فيلم يعني كانوا عزيز عليا بزاف لي فيلم دو كومبا، وكان جاكي شان، لي فيلم ديال جاكي شان كنت فان ديالهم بزاف، كنت يعني بوليس ستوري، ان فليك دون لا مافيا، سي دي فيلم كاملين اللي شفتهم. ولكن لو فيلم كيما فريمون ماركي هو لو فيلم ديال فان دام، سميتو كيك بوكسر. دايوغ مورا دخلت لعبت الكيك بوكسينغ، وكنت كنحاول ندير داك الشيء. دايوغ كان واحد لاكسيون كيضرب برجليه في الشجره وحاولت نديرها وتوعدت. فوالا مي فريمون شي حاجه كبيره، و غير كنشوفها يعني بزاف كيرجعوا لك كاع الذكريات، وما كرهتش نعاودوا نرجعوا لهاد لي كاسيت وداك الشيء اللي كان الوركمان وكاع داك الشيء اللي كان شحال هادي. فريمون سا نو مونك. بارك الله عليك سفيان، تقاسمتي معنا هذه الذكريات، ودابا نتكلموا على الجديد ديالك وهو اغنيه اللطفيه. كلمنا عليها وعلاش اختاريتي تأديها بطريقه اكابيلا. اخر الاصدارات ديالي كانت اغنيه اللطفيه، اللي هي يعني اغنيه من التراث المغربي، واختاريت باش هي اللي رجع بها للساحه من بعد واحد لاغي ديال عامين، يعني بعد لاكريز ديال الكوفيد ايتو. واختاريت لان في هاد العامين هادي يعني راجعت راسي ولقيت كو مقصر شويه في التراث المغربي، وما كرهتش يعني نعاود نحيي التراث المغربي، ولكن بيان سور بلاطوش ديالي ندير له امتيتوش اللي يعني ما تبقى الروح ديالو، ولكن نردوه شويه يعني يولي شويه بلوز انترناسيونال، يسمعوه ناس حتى من برا يكتشفوا. دونك اختاريت باش نغنيه بلا موسيقى بطريقة الأكابيلا. الأكابيلا هي الغناء بدون موسيقى بليزارموني، ارتباط الأصوات اللي كتعطي واحد يعني كاين واحد لارونجمون ميوزيكال مي كامل أباز دو فوا. الطريقة كاينة في لاميريك وفي لوكسيدون، وكنا ديجا يعني خلينا بها واحد لامبرسيون مزيانة عند الناس في ليميسيون إكس فاكتور، حيت كنا دزنا لو كاستينغ بأغنية مغربية تراثية اللي هي فين غادي بيا خويا، ويعني والناس عجباتهم بهذاك لو ستيل واخا ما كانوش فاهمين لي باغول بزاف. اختاريت انني نرجع به، وان شاء الله مازال غادي يكونوا اغاني اخرين في هذا لو ستيل اكابيلا اون باراليل مع الجديد، مع الاغاني العاديين ريتميك. دونك ان شاء الله كاينه اغنيه في الصيف اللي غادي تكون صيفيه ان شاء الله، وفوالا نتمنوا يعني تلقى الاستحسان ديال المتابعين ديالنا وديال الجمهور. ميرسي دوزيام ماغ، وميرسي منصف على الاستضافه ديالك الدائمه لنا، ميرسي بوكو. وارحمنا يا رحمن يا قديم الحسان، واخذت العصيان كلنا عاصيين، يا رحمن لا ضعف الايمان ما يجور الزمان، واللي والطغيان من قهر جايرين، يا لطف الله الخافي، يا نعم الحي الكافي.
نشوفو غياب عجل بدواك الشاف ورحمنا في الأمة اللي غرق في الوزارة الله اغلق فبينا في مجرات به قدار